حم ولدي. يونس سايلي رئيس جمعيه سبيل للتنميه البشريه بطنجه. اليوم قمنا بهذه المبادره، هذه جات في اطار مدات مبادرات الخير اللي كتقوم بها مدينه طيله السنه. هذه المبادره جات باقتراح ديال الاخ سليمان فرج اللي كان ديجا زار المقبره هذه وكان اقترحها على الجمعيه ديالنا. حنا خدينا هذه المبادره كجمعيه وكشباب ونوصيناها في فيسبوك باش نحافظوا على حرمه المقبره اللي كيجونا للاسف كنجبروا مجموعه ديال الازبال والنفايات والبقايه ديال الاكل كتجي كنجبرني في المقبره. قلنا ولي مالا حنا ناخذوا المبادره ونحتفظوا على حرمه المقابر، وكندعيو السكنه ديال الحي السكنه ديال مدينه طنجه مع هذا المنبر باش تحافظ على هذا الجماليه وهذا الرونق ديال المقبره ديال المجاهدين اللي للاسف اللي كنلاحظوا انها تندثر بالافعال الغير اللائقه اللي كتعنا جميع ديال مجموعه ديال السكنه ديال مدينه طنجه. حنا هذه المقبره جات ديجا دي 15 يوم باش كنا نظفنا الجهه ديال اليمين، وهذه المره هذه كنا نظفنا هذه الجهه هذه، وهذه عامين كذلك كنا كان الشباب ديال جمعيه التنميه البشريه كانوا خدوا هذه المبادره هذه وكانوا تنظفوها. ولكن دابا جينا المنطقه دي بزاف، يعني كتشوف هذه المجموعه ديال الازبال وباقي خصها كثافه ديال المتطوعين والشركه ديال النظافه تتدخل باش هذا الشيء ديال الاقل نخفوا شويه ديال العيب ديال هذه الجهه هذه. السلام عليكم، معكم سليمان فرج عضو جمعية بلادي للتنمية البشرية. حنا هاد المبادرة قمنا بها إطار كنت أنا واحد النهار طلعت زرت مقبرة وبانت لي بأن فيها بزاف ديال الأزبل، وطرحت الفكرة على الرئيس الجمعية ديالنا وطلعنا الحمد لله هادي واحد 15 يوم نقيناها، واليوم مبادرة ثانية اللي كتشوف الحصيلة اليوم كانت زايدة على مرة أخرى، وإن شاء الله شدا باش ثلاثة سيمانات ولا شهر نعاودوها، وكنطلبوا من الناس يطلعوا يعاونونا ان شاء الله نكونوا بزاف شحال ما كنا بزاف شحال ما كتكون مزيانه وكتسهل علينا. وشكرا للجميع. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وتحيه جمعويه لجميع المتطوعين في هذه المبادره الانسانيه. ومعكم يسرى الحياني رئيسه جمعيه لمسه خير بمدينه طنجه. صراحه كان لنا شرف اننا نتطوع في هذه المبادره انا والفريق اللي كيشتغل معايا، والشكر موصول لجمعيه بلادي لان احنا كنعتزوا ان تكون عندنا جمعيه بحال هذه في مدينه طنجه. جمعيه بلادي كتضم مجموعه من الشباب اللي هما متطوعين، شباب اللي هما خادومين، وهذه المبادره ما جاتش من فراغ كيف ما كنعرفوا بان المقابر عندها حرمه. وحنا جينا اليوم وشاركنا، والفضل كيرجع جمعية بلادي لأنهم كيقوموا بواحد المجهود جبار، وحنايا فقط كنا مساهمين في هذه المبادرة اليوم، وكنتمنى أنهم يكثروا الفاعلين الجمعويين هذه المبادرة في مدينة طنجة، وإن شاء على أمل أننا نعاودوا إن شاء الله ونزوروا المقبرة. وكنوجه واحد الرسالة صغيرة فقط، الناس اللي كيجيو يزوروا الأهل ديالهم على أن لأن المقبرة عندها حرمة ديالها، كنتمناو أنهم يحافظوا على النظافة ديال المقبرة ويساهموا معنا تهم يتعاونوا معنا باش تبقى المقبرة نقية. وسلامي يعني وتحية خاصة لجميع المتطوعين على أمل أننا نرجع إن شاء الله. لا لطف ان شاء الله. وشكرا بزاف لجمعيه بلادي اللي قامت بهذه الاعمال هذه الخيريه، وشكرا بزاف للمتضامنين اللي معنا كاملين اللي جاوا برضو معنا، ولم لمتطوعين كاملين. وكنشكر رئيس ديال الجمعيه اللي طرح هذه الفكره هذا، والاخوات الاعضاء كاملين ان شاء الله.
سليمان، سفيان، سفيان، مريم، كل شيء تبارك الله اللي طوعوا، يوسف ولطفي وكل شيء ديال 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 جمعية بلادي. و فاطمة الزهراء بوحالتيت أدمينة ديال فاطمة وجيماتها، وأنا الصراحة فرحت بزاف حيت شاركت معاهم اليوم ودوزت معاهم واحد النهار ماشي عادي. شكرا بزاف ليكم. ترشح واحد شي ما نعرفو يعني. لا لا ما تعرفش.